السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، فقد تناهى إلينا هذا الخبر الأليم والحادث المفجع الذي حصل لهذا المواطن المغربي. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ثم وصيتي لأهلنا ولإخواننا ولأبنائنا ولآبائنا في المملكة المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ألا يستغل هذه الحادثة أهل الشر فيهيجون أصحاب العواطف والحماسات الزائدة والغير منضبطة بشرع الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيخرجون في المسيرات والمظاهرات ويحصل الانفلات الأمني وغير ذلك. والله وبالله وتالله إننا لنغبطكم على ما أنتم عليه من نعمة الأمن والأمان والإيمان. أنتم في خير وعافية، الصلاة تقام، الجمعة، الجماعة، الخير، الأمن، الأمان، عافية الدنيا وعافية الدين، في خير وعافية، أحمد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، معه قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الحادثة كغيرها من حوادث القتل على حسب ما تصنف بعد التحقيقات والإجراءات الأمنية من الدولة ومن الجهات المسؤولة في ذلك الوقت، تصنفها هل هي كانت خطأ أو عمدا أو غير ذلك، وتحاول يحاسب المسؤولين عن ذلك بدون شوشرة بدون فوضى. اعتبروا بما حصل لأهل اليمن، بما حصل في مصر، بما حصل في تونس، بما حصل في سوريا، بما حصل في ليبيا، ومن قبلها كم عانت الجزائر من المجموعات المسلحة والتخريب والقتل والقتال إلى غير ذلك. فلا تهتكوا ستر الله عز وجل عليكم، ولا تلقوا سمعا إلى المشوشين والمرجفين والمتحمسين والمستغلين لمثل هذه الحوادث للتشويش على ولاة الأمر عندكم. فكونوا مع ولي أمركم ومع حكومتكم ومع مسؤوليكم، وتناصحوا فيما بينكم، وليتصدر العقلاء لمثل هذه الأمور فيراجعوا ويبحثوا ويناقشوا مع المختصين حول هذه القضية، وسيخرجون بإذن الله عز وجل إلى حل. المهم، لا تستجيبوا لأهل الفتن، لا تستجيبوا لأهل الفوضى. إذا انخرط العقد الأمني فسيذهب معه الأمان، سيذهب معه الدين. لن يستطيع أحد أن يخرج إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجماعة، لن يستطيع أحد أن ينظر في شؤونه ولا في حياته. فما حولكم وما يدور في كثير من البلدان الإسلامية عبرة وعظة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام والسلام، وأن يحفظ هذه البلاد المغربية وسائر بلاد المسلمين من كل أصحاب الفتن والشرور ومن كيد الكائدين ومكر الماكرين. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.